سعيد جدا بلقائكم في هذا العدد الأول من برنامج الانترفيو، كل نهار تحد من ماضي ساعة حتى المتسعتين، وين كل مرة نستقبل ضيوف استثنائيين من مجالات مختلفة. يرافقني تلت الحلقة نوفل الشرطاني في كل من الإخراج التقني والرقمي. مرحبا بكم في الانترفيو. الانترفيو كل نهار حد من ماضي ساعة المتسعتين على حياة فام. الانترفيو. ضيفتنا لهذا الأسبوع هي كاتبة وروائية ناقدة وناشطة ثقافية. سعيد جدا وبكل حب باستقبال الأستاذة حبيبة المحرزي. أهلا بك أستاذة. أهلا بكم، مرحبا بكم، شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة. مرحبا بك وشكرا لك على قبول الدعوة. أنا وبقية الفريق حضرنا لك حاجة بسيطة، مستعدة باش تعيش معنا الرحلة هذه؟ إن شاء الله. يلا فلننطلق. ضيفتنا اليوم من أروع وأهم الكاتبات في تونس والعالم العربي. الرواية عالمها الخاص، عالم تعيش فيه مختلف في الأحداث مع الشخصيات الروائية. نحكيه على كاتبة أمنت بأن الكتابة هي الفصحى الوحيدة، وهذا من خلال إصداراتها الأدبية العديدة اللي تدافع فيهم بشراسة على حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص. اليوم باش نعرفوكم على الكاتبة التونسية حبيبة المحرزي. حبيبة المحرزي هي أستاذة وروائية وناشطة ثقافية وفنية. بدأت مشوارها الدراسي بالمدرسة الابتدائية غربي القيروان على يد خيرة المربين، من بينهم الهادي السفار، سالم الشعباني، أحمد الخشين والقايمة الطول. ومن وقتها بدأ حبها وتعلقها بالحروف والكلمات. حبيبة المحرسي تحصلت على شهادة البكالوريا في معهد ابن رشيق بالقيروان، وهذا اللي خلاها تتنقل لتونس العاصمة وتلتحق بكلية الأداب بمنوبة. تكوينها الأكاديمي ساعدها في حياتها المهنية، وين أصبحت باحثة في المدارس النقدية وعضو في اتحاد الكتاب التونسيين، كما كانت زادة مستشارة في العديد من المسابقات الأدبية في العالم العربي. ومش هذا كهو، حبيبة المحرزي كانت زادة عضو في برشا نوادي ثقافية، كما نادي قراءات ابن عرفة بسليمانية، نادي توفيق بكار بدار الثقافة ابن خلدون، وغيرهم من النوادي الثقافية. ومن أبرز أعمالها الأدبية أول مجموعة قصصية لها اللي كانت في عام 2020 تحت عنوان قرار أخرس، عن دار النخبة في مصر، واللي ترجمتها الأستاذة خديجة ناصر للغة الفرنسية. وفي رصيدها زادت ثلاثة روايات، أول رواية كانت عام 2000 بعنوان الوزر، ومن بعد رواية سبع لفتات عن دار وشمة للنشر في عام 2021، وأخيراً رواية بعنوان كفارة الحبس للنساء. واليوم الأستاذة والكاتبة حبيبة المحرزي هي ضيفتنا في برنامج الانترفيو. ضيفتنا لهذا الأسبوع هي الأستاذة حبيبة المحرزي. أستاذة، بالنسبة لك شنية أهم مرحلة ذكرناها في البورتري في مسيرتك؟ أهم مرحلة هي في مسيرتي هذه الكل هي المرحلة الابتدائية. الابتدائية كانت الحقيقة هي حجر الأساس في حياتي الأدبية والاجتماعية والثقافية، لأني درست على عند خيرة المعلمين، وهم زرعوا في حب الكلمة، حب الكتاب، حب الثقافة، الفكر. نعم. حسيتك تأثرت كسمع البورتريه. صحيح، تأثرت ياسر، خطر المرحلة هذيك كانت مرحلة حساسة ياسر في حياتي، وقد ما نحكي عليها وديما نقعد فما حاجات ما نجمش نحكيهم وما حكيتهمش. كانت فترة مؤثرة وثرية وعندها عمق وجداني حتى في حياتي اليومية والثقافية والفكرية. شكرا لك. بالنسبة لك فماش حاجة مهمة في مسيرتك ما ذكرناهاش في البورتريه؟ حاجة المهمة ياسر في مسيرتي ربما ذكرت بارك الله فيكم كل شيء، لكن ربما هي الفترة متاع الجامعة اللي درست فيها، خاصة عند خيرة الأساتذة في الجامعة، منهم توفيق بكار مثلا، صالح القرمادي، عبد القادر المهيري، عبد السلام المسدي. هؤلاء زرعوا في حب الكلمة وزرعوا في حب الثقافة، ووجدت لي عالما آخر موازي ربما للعالم العادي لحياتي اليومي، ووجدت فيه نفسي، ووجدت فيه ربما أعبر فيه عن ذاتي وعن نفسي وعن كل طموحاتي. بما أنك بكري بشوية ذكرت البدايات، بدايتك في الكتابة بدأت بقصة طريفة مع الأستاذ الشادي العلاني في المدرسة الأعدادية. نعم،
هذه الحقيقة ذكرني فيها صحافي، فما صحافي مصري عمل معايا حوار على جريدة، قال لي حدث، أعطاني عنوان، قال لي حدث غير حياتي. هنا تذكرت ذلك الحدث، وهو فعلا ذلك الحدث هو الذي غير حياتي. السي شادي العلاني الله يرحمه، وقت كنت أنا نقرأ في سيزيام كان هو مدير المدرسة بتاع مدرسة السيدة نقول وإحنا وقتها، كيف مشيت باش نقرأ سنة أولى كانت اللي هي السابعة توا، نلقاه هو أستاذ العربية، فرحت نجزت قلت سيدي باش تقرينا، قال لي إيه. معناتها من وقتها معناتها حسيت روحي كنت غريبة هكا، حتى النهار الأول تو تراو نكتب تو في مذكراتي، خفت من المعهد ونقعد قدامه دار الوالي وبوليس والكل، مشيت نهار الأول باش نرسم وما دخلتش، خفت رجعت كيف نلقى سي شادي العلاني دخل، حسيت روحي ارتحت بطمأنينة غريبة، حتى لين فما نهار ربما هي أول موضوع إنشاء معطاهولنا، قال على الأسرة، وقت المحور هو الأسرة، قال عدت يوما من المدرسة فوجدت حدثا غير عادي في منزلكم. أنا كتبت مع الحدث هذاك أني لقيت جمهرة قدام دارنا، ومن بعد تطلع مثلا ميت وفات نهارت لي رجعنا الإنشاء ورقتي خليها هي الأخرى، ومن بعد قال لي حبيبة ما قلتش توفيت من ماتك، قلت له ما توفيتش، قال لي كيفاش متوفيتش، قلت له ماماتي الكبير أم بابا توفيت وأنا صغيرة ما نعرف إيش، والأخرى ما زالت حية. قال لي ما اللي حكيته في اللنش هذايا كله خيال، قلت له إيه خيال، قال لي بكيتني يا حبيبة، ما غريبة كيفاش يوصفته هذاك كله مش بالحق، قال لي ولا بكيتني. من وقتها قال لي كتب لي كتبتها هي الملاحظة، قال لي سيكون لك شأن كبير في هذا المجال. ممتاز. ومن وقتها انطلقت لها وليت نحب الكتب، نتعدى على مكتبة العجرة نبدأ نلم فيهم بالخمسين بالمئة، وقول كتاب ذاك النجم نشريه، والمكتبة الوطنية كانت في جنب المعهد زيدا سي البراق وقتها فيها مدام خيرة، كان لها فضل كبير الحقيقة عليه. ممتاز جدا. بيه خلينا نقول لك مبروك، مؤخرا تم اختيار روايتك اللي تحت عنوان كفارة الحبس الإنساني ضمن القائمة النهائية للأعمال القصصية والروائية المتنافسة على جائزة بن عياد في دورتها الثالثة. نعم، هي كانت الحق معناتها مفاجأة لي، أنا أعطيتها كمساهمة فقط خاطر طالبت مني دار النشر باش نعطيها، أخيرا سمعت لي هي وصلت للقائمة الطويلة في هذه المسابقة، وإن شاء الله القادم خير. شنو رأيك في الجوائز الأدبية، هل تعتبرها تمشي لمستحقها؟ ليس دائما الحقيقة، أحيانا تدخل فيها ربما فعاليات أخرى وأشياء أخرى لا نعلمها، فيها ما هي تقرب من العدل ومنها من تحيد على العدل، ما تحيد عن العدل. كفارة الحبس الإنساني، عنوان الرواية مثير الانتباه، ما هي دلالات هذا العنوان؟ دلالات هذا العنوان هي تقوله البطلة في الرواية في وسط الرواية، وهي غزلان التي سجنت ظلما، وهي فتاة اخترتها مثقفة تعد الدكتوراه، لكن لأمر ما تدخل السجن، عندما تخرج من السجن أعمامها سيحاسبونها لأنهم لم يعلموا، قال لها شخص كفارة الحمد لله، وهم لا يعلمون أنها كانت في السجن. فصاحوا فيها كفارة معناها أنك كنت في السجن، ماذا فعلت، هل أنت من هؤلاء، هل إذن يراكمون عليها التهم. فضجت إحداهن وقالت لهم كفارة الحبس للنساء أيضا ليست للرجال فقط. كيفاش نجم تقدم لنا أحداث الرواية باش المستمعين ياخذوا فكرة عما نتحدث؟ أحداث الرواية هي بطلة الحقيقة هي تراكمات متاع العشرية الأخيرة، المثقف عندما يعيش في أحداث بين أحداث تتلاطم حوله، المثقف إن كان كاتب روائي شاعر قاص صحافي أيضا سينمائي لا يمكن أن يمر على الأحداث مثل ما يمر غيره. أنا ما رأيته في هذه العشرية الأخيرة الحق أقض مضجعي، معناه أقلقني جدا عندما أرى هؤلاء الشباب الذين يرسلون إلى الجهاد، عندما أرى هؤلاء الأطفال الذين يقصون من المدرسة ليتعلموا الجهاد، عندما أرى كل هذه الأشياء فهي الحقيقة حزت في نفسي كثيرا، وعندما أرى هذه الطالبة التي لا تجد الماديات وهي لها طموح كبير جدا فتضطر إلى العمل عند الأثرياء، وهذا الثري كأن لم يكن إنسانا سويا، هي مشكلة المرأة المثقفة وما تعانيه في مجتمع ما زال مغلقا. البعض يعتبر بأن الرواية صادمة جريئة وعنيفة إلى أبعد الحدود، في أي حالة نفسية كتبتها؟ كتبتها
شخص سيد هو عراقي علي لفتة سعيد وهو روائي كبير وناقد وسي حمد العطار وسي محمد البنا صنفوها ضمن الأدب الغاضب. كتبتها بغضب كبير الحقيقة. أنا أكتبها ظللت أكتبها لن تصدقوا 10 سنوات تقريبا، وأنا أجمع هذه الأحداث أستثني منها البعض التي أراها معناها مجرد أحداث ستمر والأخرى تتراكم عندي فلا أستطيع أن أتحرر منها إلا إذا كتبتها. فكتبت هذه التراكمات كلها، ما لاحظته من إرهاب، من ظلم للمرأة، من ربما سيطرة السياسيين في حدود معينة على المجتمع، كل هذه التراكمات التي جعلتني أكتب كفارة. وبطلتها غزلان اخترتها مثقفة طالبة تعد الدكتوراه، لكن لظروف أخرى فهي تضطر إلى الدخول إلى السجن. في الرواية كنت تطرقت إلى كل المواضيع اللي تعاني منها المرأة مثل التحرش، الاغتصاب، جهد النكاح، وذلك من خلال مجموعة من الشخصيات. هل هذه الشخصيات قبلت منها نماذج على أرض الواقع؟ نعم، هذه الشخصيات هي ليست خيالية، كلها تقريبا هي شخصيات واقعية، أخذتها من الواقع أحيانا كما هي. أيضا الرواية تقتضي التخيل، يجب أن تخرج من الواقع إلى التخيل كي تكون شخصية مقنعة وتخدم الرواية كشخصية من الشخصيات. الرواية تتكون من عدة شخصيات كما شخصية زهرة، غزلان، رحمة، جهاد. بالنسبة لك شنو أكثر شخصية قريبت لك؟ أكثر شخصية قريبت لي هي جهاد وغزلان. جهاد هذه هي الطفلة أو الفتاة المتمردة التي لم تخضع لقوانين القرية، التي استطاعت أن تتحدى الضغوطات واستطاعت أن تسيطر حتى على الأب في وقت من الأوقات. هذا الأب الذي كان يكره خلفة البنات لكنه خلف 9 بنات، هذه هي شخصية فارقة بينهم، وفي النهاية ستضطر إلى السفر إلى فرنسا خوفا من الإرهابي. يمكن البعض ثوى من المستمعين يقول الكاتبة حبيبة المحرزي تشجع في الأطفال باش يتمردوا على عائلاتهم. لا، ليس هذا، لا لا، أنا لا أشجع على التمرد، لكن أريد أن يكون للطفل شخصيته مع مراقبة الولي وتوجيهه. الطفل هو أمانة عند الولي أولا، ثم المدرسة، ثم المعهد، وهكذا. إذن فلا، التمرد على الأولياء ليس بهذه الطريقة، بل إذا كان في الاتجاه الصحيح فليكون بينهما الحوار هو الذي يوصل إلى الحقيقة. ممتاز. وأنت تكتب في الرواية، شنو هي الهدف والرسالة اللي حبيت توصلها من خلال هذا العمل الأدبي؟ الرسالة هي ربما أعمق من الظاهر، أنني في هذه الفترة ما رأيته، ما سمعته، لم نكن نحن نسمع به، كنا نسمع به أنه عند الآخرين مثل ما يقول فرانسي سناغيف كوزوتخ. عندما رأيته عندنا خفت أن تضيع هذه الأشياء، بعد ربما عشرات السنين إن قلت إن ربما مرشدا أو شيخا جاء فحاول أن يحجب الفتيات وهن الرضيعات وهن بنات 3 أشهر لن يصدقوني. إذا قلت إن فتاة مراهقة تدرس بالسنة 8 سافرت إلى سوريا لن يصدقني أحد. فأردت أن أقبض على هذه الأحداث ولا أتركها تفوت. واضح جدا أستاذة، في رواياتك ديما تسعى إنه عنصر توثيقي يكون حاضر. مثال رواية 7 لفتات وثقة الخميس الأسود في تونس سنة 1978، نفس الشيء بالنسبة لرواية كفارة الحبس النساء اللي تقريبا وثقة 20 الماضية. ما نعرفش توافقني الرأي في هذا الاستنتاج أم لا؟ نعم، نحن لا نعيش في الفضاء هكذا، نحن نعيش في أماكن، في مكان معين وزمان معين، فالمكان والزمان يؤثر وهو حاضر في العمل الإبداعي، وإلا فإنه سيكون عمل هامشي ليست له قيمة، لا توثيقية، لا إجرائية، لا تاريخية أيضا. وهذا ما يجب علينا أن نقدره في العمل الإبداعي. واضح. بما أنك نسوية وكتبت عن معاناة المرأة، خلينا نطرق القضايا اللي تهم المرأة. هل يمكن اعتبار بأن تونس مقارنة بالدول العربية الأخرى هي الأكثر نضج وقبلية لإرساء المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في قدم السنوات؟ نعم، المساواة في الميراث لي منه موقف ربما ذكرته في 7 لفتات وتوسعت فيه. الميراث، أنا لا أعارض القرآن ولا الشريعة حين تقول للذكر مثل حظ الأنثيين،
لكن إذا كانت الحاجة ربما تقتضي أن يقسم الميراث بالنصف بين اثنين، مثلا كأن تكون هذه الأنثى فقيرة والأخ كان معناه متفضلا وكان ميسور الحال، فلماذا لا يتقاسم الميراث؟ فلماذا تعيش هي فقيرة مضطهدة تعاني وهو يعيش مترفا غنيا ميسورا لأنه أخذ الثلثين عن أخته؟ ما هو ردك على من يعتبر بأنه النص القرآني واضح وغير قابل للتأويل في هذه المسألة؟ أرد عليه أن القرآن هو يفتح باب الاجتهاد، أيضا علينا أن نجتهد في هذه الأحكام، هي ليست إلزاما لكن بالتراضي. ما ضر الأخ لو قال أنني سأقتسم هذا الميراث أنا وأختي؟ أظن أنه لن يعاقب على ذلك، بالعكس سيثاب عليه، لن يحمل بذنب في ذلك، لن يحاسب لا أمام الله لا أمام الإنسان، هو تفضل منه وقد يناله منه ثواب كبير. واضح جدا. في الفترة الأخيرة تونس شهدت ارتفاعا في جرائم قتل النساء، وين وصل العدد إلى 24 حالة قتل منذ انطلاقة سنة 2023. باش تفسر هذه الجرائم للأسف لليوم أصبحت ظاهرة؟ فعلا هذه الجرائم هي في تصاعد، وهي الحقيقة حقيقة مؤلمة مفزعة جدا، عندما تصبح المرأة هي العنصر الخاسر في هذه المنظومة، فإن ما علينا إلا أن نعيد النظر في كل في وسائلنا التربوية وفي توجيهاتنا. نلاحظ أن مثلا في التلفاز ليست هناك برامج للتوعية لتوضيح السلوكات الصحيحة من الخاطئة، لتذكير الذكر بأن المرأة هي أخته وزوجته وأمه وابنته، وأن لا مجتمع ولا اعتدال ولا حياة دون أن يكون هناك مساواة. هي تربية، يجب أن نربي الذكر على احترام الأنثى والأنثى على احترام الذكر كي يكون المجتمع سليما. بالرغم كون تونس خذت شوط مهم في القوانين ودستوريا لتساند المرأة، لكن للأسف ما زلنا نسمع مثل هذه الظواهر السلبية. فعلا هذه الظواهر السلبية ربما لا أقول سرا، إن قلنا إن وسائل الأعلام مثل ما يوجد على الإنترنت ولا هذه التيك توك وغيرها تشجع على العنف، هو عنف من نوع خاص ضد المرأة تشجع عليه. ما نراه اليوم مثلا في بعض القضايا في المجتمعات المصرية أن الزوج أصبح يقتل زوجته والزوجة تقتل زوجها والابن يقتل أمه، هذه الظواهر الغريبة التي بدأت تكتسح مجتمعاتنا، علينا أن نراجع قوانيننا وطرقنا في تهذيب وتربية الطفل منذ يولد على احترام غيره واحترام حقه، وأن حريته تنتهي حين تبتدئ حرية الآخر. حسب رأيك كيف يمكن أن نحرر السيدة النسائية من العنف المسلط عليه؟ بالتوعية، علينا أن نوعي الذكر بأن المرأة هي أخته وهي النصف الثاني، ولا يمكن لمجتمع ولا لأسرة أن ترقى وأن ترتقي في سلم التحضر والتقدم إذا لم يكن هناك مساواة بينه وبينها. واضح. احنا أستاذة في الحوار عنا فقرة اسمها الصندوق، وين فما مجموعة من الأشخاص باش يتوجهوا لك ببعض الأسئلة. حاضرة للتجربة هذه؟ مرحبا. يلا وتوا نحلوا الصندوق في الانترفيو. يلا احنا توا باش نحلوا مع بعضنا اول صندوق ونكتشفوا شنو باش يكون فيه. المميزة والروائية القديرة حبيبة المحرزي، الحقيقة سؤال واضح هو كيف تفسرين هذا التقابل ما بين الشخصية الهادئة والرصينة في الحياة والكتابة الثائرة التي تدافع عن المرأة، هذه الثورة الباطنية التي نجدها في طيات السرد، كيف تفسرين هذا التقابل؟ أم تعيشين ثورة باطنية تعبر عن القيروان وعلى تونس وبالأخص المرأة المتحررة؟ هذا سؤال يجيك مع عند الأستاذ الجامعي والشاعر السيد منذر شفرة. منذر شفرة مرحبا به، قابلته في وقت عملت التوقيع عن روايتي كفارة مشكور. هذه الثورة قلت هي يفرضها العصر، يفرضها تفرضها هذه الأحداث التي تحيط بنا، فلا يمكن للمثقف أن يمر عليها مرة الكرام. أنا معناتها أبدو هادئة لكن في داخلي ثورة، أنا غاضبة جدا مما يجري
في هذا الزمن وفي هذه العشرية الأخيرة التي عبرت عنها الحقيقة بكل ألم وبكل أساء ربما أن أسميه، لعلنا نستطيع أن نعدل قليلا أو أن نقول نوعي على الأقل بأننا يمكن أن نكون أفضل بكثير. نمشي للصندوق الموالي اللي باش يجيك من عند الكاتب لموج الحديدي واللي باش يطرح عليك السؤال التالي. الكاتبة حبيبة المحرزي كاتبة شغوفة ولها حماس استثنائي. قرأت روايتها المتميزة الحبس الأنساء، وأول ما شدني في هذا الرواية عتباته هو عنوان الرواية الذي بدا لي مربك ومركب. في الحقيقة ننتظر منه الكثير في عالم الكتابة وهي قادرة على ذلك، هي ابنة القيروان وهذا الأمر كاف لأمنحها دعمي وتشجيعي. سؤالي لها بصفتها أيضا ناقدة، لقد طغى على النقد الأدبي المجاملات والمحاباة، فاختلط على القارئ الجيد بالسيء. بتقديرك حبيب المحرزي، ما هي المقاييس التي تعتمدينها في عملك النقدي؟ وشكرا. الروائي الموج الحديدي يطرح عليك سؤال الآتي، ما هي المقاييس التي تعتمدها في النقد؟ نعم، شكرا سي المونجي، بارك الله فيك، هو صديق عزيز. ما أعتمده في النقد هو الحقيقة ما حصلته أثناء دراستي الجامعية من المرحوم توفيق بكار وعبد السلام المسدي والهادي طرابلسي، هؤلاء درسوني مناهج الحديثة في النقد، وهي عادة ما أنطلق فيها من المبنى، من اللغة، من الأسلوب، ومنه أستقي المعنى مثل ما أطلب من تلاميذي عندما يكتبوا. فالانطلاق من النص بعيدا عن كل ربما ضغوطات أخرى أو محابات، نرى أن بعض ربما المؤلفات لا ترتقي إلى العمل الإبداعي ولا يمكن أن تصنف أنها عملا إبداعيا، لكن نجد فيها قراءات نقدية تؤلهها وتجعلها متميزة وتظهرها في ثوب آخر. لماذا؟ لأن هناك ربما صلة بين الناقد والمؤلف، أو معرفة قديمة، أو لست أدري من ذلك ما السبب في ذلك. إذن فالموضوعية هي الأساس في النقد. أنا عندما سمحني عندما أنقد عملا ربما قد يكون فن تشكيلي أو أنا أعرف بذلك، أو رواية أو ديوان شعر أو مجموعة قصصية، فإنني أعتبر أن هذا الكاتب لا أعرفه وأكتب حسب رأيي دائما. هو اجتهاد، قد أخطئ وقد أصيب، لكن أبين الأسباب وأبين حججي في ذلك. ممتاز وواضح. احنا تو باش نمشيو للصندوق الثالث والاخير، باش نخليك تكتشف شنو في وسط واحدك. ماماتي عزيزه يا غاليه، انا ياسر ياسر فخوره بيك طول عمرك، وانت تجاهد باش احنا نقراو ونوصلو نتالقو، وهذا هدف تحقق والحمد لله. انا فرحانه برشا 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 اللي انت توا وبعد سنين هذه الكل انت هي اللي قاعده تنجح وتتالق بالروائع اللي تكتب فيها. برافو، فريمون برافو، عندك موهبة. كيف نقرأ كتبتك نقول ما تنجم كان تكون موهبة ربانية. برافو برافو ماماتي، ماماتي العزيزة ربي خليك ليا، إن شاء الله ديما القدي، نحبك برشا 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 برشا. أنت مامي شيري دامور، أني فيير دو توا. بخليني نحط سيد المستمعين في الإطار، كونو ضيفتنا الأستاذة حبيبة المحرزي تأثرت برشا. شنو سبب هذا التأثر أستاذة؟ هذه بنتي الكبيرة، ربي فضلها لك يعيشك، هي دكتورة في الصيدلة وتفتح صيدلية في مدينة نيس في فرنسا. كيف وصلتم لها؟ الصحفي لا يسأل عن مصادره. شكرا جزيلا، شكرا 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 شكرا، الحقيقة أثرت ياسر، ما لم أنتظر ذلك. يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة، أحسن أحلى هدية هذه. العفو، مرحبا بك، ما نعرفش شنو تحب تقول لها. يعيشك عايش بنتي، بارك الله فيك. راني معناها هي تعرف أني أنا كتابي الأول الوزر كتبته عام 2000، وقتها هي كانت في البكالوريا، بنتي هذه عفاف الكبيرة كانت في البكالوريا، وأخوها كان في التاسعة اللي هو طبيب توا، وأخته كانت في السابعة اللي هي أستاذة علوم طبيعية في بوردو، والصغيرة بالكل كان ثالثة ابتدائي اللي هي توا طبيبة. معناتها لقيت روحي كيف مش نمشي للكتيبة، أولادي بشي معناتها بشي مش مش يضيعوا لكن مش يتأثروا، وهما معناتها متميزين، والحقيقة أنا لاهية بهم ياسر في قرايتهم. وليت قصيت كل شيء، بقيت نكتب لكن نحيت من بالي كل نشر، ما كانش فما الفيسبوك كما توا، يلزم نمشي دار نشر ويلزم ننسق ويلزم، معناتها نحيت كل شيء، وقعدت 20 سنة لم أنشر ولو كلمة.
حتى في الصحف كانت بعض الصحفيات يتنقلن لي إلى المنزل فأجري معهن حوار ويقف هناك، مثلا ما نجمش نكمل لأنني وهبت كل حياتي لأطفالي لأولادي والحمد لله. عندما حازت الأخيرة البكالوريا بمعدل جيد جدا يقرب من 18 على 20، يومها عدت إلى أوراقي وعدت إلى النشر. ممتاز. أنا نحب نأكد لك كونه كل أطفالك وصغارك يحبوك برشا. عايشك. يفضلك عايشك. باهي، هذه كانت فقرة الصندوق. وتوا نحلو الصندوق في الانترفيو. أستاذة، خلينا نحكي شوية على الكتاب، لكن مرة هذه بالأرقام. حسب سب الأراء اللي قامت بها شركة إميريتس كونسلتينج في سنة 2021 حول نسب قراءة الكتب، فإنه أكثر من 82% من التونسيين ما قراوش كتاب في العام ذاك. حسب رأيك، ما هو سبب عزوف التونسيين عن القراءة؟ السبب واضح وجذري ولا يمكن لأحد أن لا يعرفه، هو الولع بالتلفاز والبرامج هذه الهوائيات التي تمطرنا كل يوم بمسلسلات ربما أسميها أنا لتلاميذ، يقول لهم هو الحلم، هم يجعلونكم تحلمون بهذه الثروات وهذه السيارات وهذا البذخ المفرط، إذن فينزوي ويكره الكتاب. شيء آخر، أن كيف نطلب من الطفل أو من التلميذ أن يقرأ ووالديه لا يقرأان؟ أحيانا تدخل إلى بيت فلا تجد أي مؤشر لكتاب، لا مكتبة ولا كتاب فوق الطاولة ولا مجلة ولا أي شيء. إذن فالطفل سيعزف عن الكتاب، لن يقرأ. الكبار أيضا هم ينظرون يتفرجون، والآن أصبحت هذه النت ما تأتي به الانترنت وهذه الصفحات التي تغري وتشد الانتباه وتمضي ربما يمضي ساعات وساعات ولا يتفطن ويهمل الكتاب، وهذا الحقيقة مساهم إلى حد كبير في التدني الأخلاقي وفي التراجع المعرفي عند أبنائنا. هل تعتبر بكون العزوف عن القراءة في تونس فقط، ولا شيء هذا موجود في العالم ككل؟ موجود هو في العالم ككل، لكن في الغرب ما زالوا واعين بأن الكتاب هو الأساس، وما زال لأن الكبار ما زالوا يتمسكون بذلك، ولأن لهم عادات يجذرونها منذ البداية. أنا أزور كثيرا فرنسا، ترى الفرنسي وابنه أقل من السنة يأخذه إلى المكتبة ويتركه يختار الكتب ويأخذ الكتاب الذي يريده ويفتحه ويرى الصور التي تعجبه ويشتري له الكتاب ويعود به إلى المنزل، وقبل أن ينام يقرأ له قصة فينشأ عنده هذا حب الكتاب. نحن لا، نحن ينام أمام التلفاز ونأخذه ونضعه في فراشه لأنه نام أمام التلفاز ولم ينام أمام كتاب. في السنوات الأخيرة الكتب والروايات اللي بالدرجة التونسية قاعدين يحققوا في نسب مبيعات كبيرة، وبرشا من الشباب حتى اللي عمرهم ما قرأوا كتاب يتشجعوا باش يقرأوا كتاب بالدرجة التونسية. انت شنو رايك من الاصدارات الأدبية اللي تكون بالدرجة؟ الحقيقة أنا لا أوافق ذلك، لأن لماذا؟ الكتاب في الحقيقة هو أو في نفس الوقت له فائدة لغوية أسلوبية أدبية وحضارية اجتماعية أخلاقية تربوية، يجب أن تتضافر كل ذلك. إذا ما وجدنا هذه الكتب باللغة الدارجة فأيضا نحكم عليه بالمحلية. الكتاب الذي الدارجة التونسية لا يفهمها بقية العالم مثلا، وحتى أن فهموها فلن يستفيدوا منها كثيرا، لكن أحيانا للضرورة مثلا أنا في ما كتبت. لكن أستاذة، مثال نجيب محفوظ، حسين عبد القدوس كتبوا باللهجة المصرية، لكن نحن اللهجة المصرية وصلتنا عن طريق المسلسلات، نعلم ونحفظها، نعرف ما معنى بس وما معنى. قمت بتجربة بسيطة جدا وأنا أكتب 7 لفتات، تركت هذه الفتاة تطرق بابا فالمرأة من الداخل في الليل ليلة الخميس الأسود قالت لها شكون، ونزلت هذا على الفيسبوك، على صفحتي بالفيسبوك هذا الجزء ربما من الرواية، فأول أصدقاء من العراق ومن الأردن قالوا لي ما معنى شكون، قلت له يعني من، قال قولي مين إذن، مين، قلت مين هذه مصري ليست لا تونسية ولا عربية، من هي الصحيح؟ إذن فعدلت عن الدارجة وكتبته. لكن اليوم وأنا أكتب مذكراتي ربما قلت التي هي تمتد على الطفولة وفيها كل ما يخص القيروان في تلك الفترة من الفيضانات والكوليرا وغيرها، وهي عند أمينة للنشر إن شاء الله يا ربي، أخذت الحوار تركته بالدارجة، الحوار فقط تركته بالدارجة، لأن الجدة مثلا لا يمكن أن تتحدث بالعربية ونحن نتحدث عن أشياء حياتية يومية، ولا يهمني أن تبقى محلية، المهم أن تكتبها.
لكن باش تفسر كونه الكتب اللي بدرجة تونسية كما إصدارات طاهر الفيزة فات الفيزة يحققوا في نسب مبيعات كبيرة وينالوا في أعجب القراء؟ هذا قس به أنت المستوى الثقافي للمجتمع فقط. إذن ستجد أن المستوى الثقافي للمجتمع قد نزل. لماذا؟ كيف أقرأ كتابا بالدارجة؟ ماذا سيضيف لي هذا الكتاب؟ عندما أشتري كتابا لابد أن يضيف لي شيئا. ماذا سيضيف لي؟ سيحدثني ربما بكلام لا أريد أن أقرأه ابني أو ابنتي، فلا أحب الحقيقة هذه الكتب. لكن ما تراش كونه الدارجة التونسية جذابة كل من أبدعوا فيها ينجحوا، مثال حتى في الحكاية والأقصصات عبد العزيز العروي، في السياسي الرئيس السابق حبيب بورقيبة يسحر التوانسة بخطاباته بدرجة تونسية، كيف كيف زاد نحكيه على الإصدارات الأدبية الأخرانية جذابة. ليه؟ توافقني الرأي في هذا ولا؟ جذابة. تحدث عن بورقيبة هذا الهرم، بورقيبة كان يشد حتى الآخرين عندما يتحدثوا بالدارجة التونسية ويهذبها كي تكون مفهومة، وهو في ذلك يبني لحضارة ولمجتمع ويريد أن يخرج هذا المجتمع. فعندما في خطاباته الأولى قال وجدته قدس من الحجر المجتمع التونسي، فأراد أن يثقفه. فعبد العزيز العروي أيضا عندما يتحدث بالدارجة فهو يخاطب الجدة والأم والجارة والأب والشيخ، يخاطب هؤلاء، وهو أيضا يبني لقيم أخلاقية تربوية في حياة الإنسان ويربي. إذن إذا انكتب بالعربية وتحدث بالعربية فلا أظن أن الكثير سيفهمونه، لكن اليوم نحن نفهم العربية ويجب أن نكتب بها ونرجعها إلى أصلها التربوي الحقيقي. واضح جدا أستاذة حبيبة المحرزي. هل تعتبر بأن هناك فجوة كبيرة بين الثقافات العربية والثقافات الغربية؟ فجوة كبيرة بين الثقافات العربية والثقافات الغربية طبعا، هم قطعوا شوطا عنا في من حيث الثقافة، لأنهم كرسوا لها جهودا كبيرة، و هذه المجتمعات تثمن الأدب وتثمن الإبداع وتثمن، نحن لا نهتم بهذه الأشياء. مثلا أتحدث بصفة عامة عن الإبداع ككل، زرت مدينة روداز وفيها هذا الرسام السواد يسمى سولانج اسمه، فله متحف كبير جدا، عندما تدخله تقول أنك في عالم آخر، وهو يرسم بالأسود والأبيض، ومعناه له هذه الثقافة يريدون زرعها في المجتمع وأن يبينوا أن المجتمع لا يمكن أن يرتقي دون فن، دون إبداع، دون حضارة، دون أدب يحيل على الحضارة. نعم. في تصريح صحفي ليك كنت وجهت رسالة لوزارة الثقافة، قلت فيه ادعموا الكتاب عوض استنزاف الميزانية في ترويج الفن الهابط والمحطم للشباب. ما هو تعريفك للفن الهابط؟ الفن الهابط هو هذا الذي أنا قلت مدام في التعليم، في عندما تخرج أغنية بكلمات مشينة لا نقبلها، أنا أخجل من أن أستمع إليها مع ابني مثلا، فأجد كما شنو مثلا، أعطينا مثال، خلينا نكون مباشرين، بقري نقري ولا شسم هذيك ولا حاجة. هنا تقصد نمط الراب؟ لا أتحدث عن الراب بصفة عامة، لكن هناك نوعية هابطة جدا من الكلمات، من طريقة ربما حتى الفنان في نفسه في حد ذاته عندما يكون بتلك الصفة فيؤثر في الشباب، يؤثر فيهم، ونحن نريد أن نبني، لا أقول أن نعود إلى العصور الأولى وغيرها، لكن على الأقل أن نبني شبابا مثقفا واعيا بمسؤوليته في بناء وطنه على الأقل. نعم. تعتبر كون الشباب اليوم ما عندهمش نموذج؟ لا، ما عندهمش نموذج، هم يميحون عندما يأتي فنان بهذا الراب وبهذا الرقص وبهذه ربما كيف أقول الشطحات التي تخرجه من المعقول، فهم يتأثرون به، والدولة مثلا لا تدعم الكتاب، الكاتب لا يمكن أن يدور بخلطنا أن الكاتب يمكن أن يعيش من الكتاب، يستحيل، لأن الدولة لا تدعمه، المجتمع كله لا يعينه في هذا الإبداع، هو يعاني فعلا، لكنه مدام قد أخذ هذا الطريق فلا يمكن أن يتراجع عنه. لكن وزارة الثقافة تدعم في بعض الكتاب وتصدر لهم كتابات، تدعم بعض المخرجين سينمائيا، حاضرة ليه؟ فيش لومها أنت وزارة الثقافة؟ نلومها أنها لا تدعم الكاتب،
الكاتب لا تدعمه. تعرفوا أن دار النشر عندما تأخذ منك المؤلف أنت تظل تكتبه 10 سنوات، فإنك تأخذ 10%، تعطيك 100 نسخة وينتهي موضوعك هناك، تقف في عند هذا الحد، وأنت 100 نسخة سيذهب منها 70% على الأقل إهداءات للصحفيين والأصدقاء وغيره. معناها أن الخاسر الأكبر في هذه العملية هو الكاتب. هو الكاتب، المكتبة تأخذ حقها، الناشر يأخذ حقه، والكاتب لا يأخذ شيئا. هذا أقوله صراحة. لي 5-4 إصدارات والخامس والسادس في الطريق نفس الشيء. نعم لا يمكن، هو خاسر في كل الأحوال، لكن لا يهم، المهم أن يبلغ صوته. أنت بش طالبها يعني وزارة، أنت اليوم كأستاذة كاتبة وروائية بش طالب يعني وزارة الثقافة؟ وطالب وزارة الثقافة أن تدعم الكاتب، أن على الأقل أن تشتري منه، هي تشتري من الناشر عادة، أن تشتري من الكاتب، أن ربما تعيد قوانين النشر، أن يكون للكاتب مثلا 1/3 في ما يباع من الكتب مثلا، كي لا يضطر إلى عمل، إلى أن يعمل في أشياء أخرى كي يستطيع أن يعيش. واضح وصريح. أستاذة لو كنت قلنا ما هي مشاريعك الأدبية القادمة؟ إن شاء الله الآن عندي مجموعة قصصية ستصدر هذه الأيام القليلة بعد أسبوع ربما وأقل، عنوانها ثالثهما الشيطان، وفيها أكثر من 70 قصة مختلفة حول المرأة، حول الطفل، الشباب، الشيخ، الدين عندما يكون معناتها إنسان يفي بالوعد، كل هذه الأشياء ربما تبني لنظرة جديدة للشباب وللمرأة والمجتمع ككل. أيضا عندي هذه التي عند الأستاذة أمينة زريك، يوميات من الذاكرة، هي الحقيقة فيها سي شادي العلاني وفيها سالم الشعباني وفيها كل هؤلاء الذين درسوني، وسي مصطفى البراق والسيد حليمة فايز القيرواني وكل هؤلاء، وأيضا أحداث القيروان. مثلا بين الأحداث أذكرها على الطرف فقط أن نعمة جاءت ليلة وغنت في باب الجلادين بوجود سي عمر شاشية ما شاء الله يرحمه، كان هو الوالي، وحضرنا هذه الحفلة، كنت صغيرة جدا في ربما 4 أو 5 سنوات، وما زلت أذكر حتى ماذا كانت تلبس نعمة في تلك الليلة. كانت سهرة جميلة جدا باب الجلادين، معناتها الناس كل واقفة وتتفرج، كانت أول مرة نرى ذلك. أيضا الفيضانات، كل هذا كتبته في هذه الورقات، هي سيكون ربما كتاب ضخم أكثر من 350 أو 400 صفحة إن شاء الله سينشر قريبا، ولي رواية أخرى إن شاء الله قريبا ستنشر، عنوانها ما زلت في مرة أقول فرح ومرة المجنونة، وهي رواية بطلتها فتاتان، واحدة هي معوقة لا تستطيع المشي ولا بأسباب ربما، والثانية هي ولدت بنتا وتريد أن تكون ذكرا منذ كانت في السنة الثانية من عمرها، والصعوبات التي سيلاقينها وربما ستدخل الرازي وغير ذلك. إذا عنوانها المجنونة قريبا إن شاء الله. واضح جدا. للناس اللي تبع فينا في المباشر توا على الفيسبوك ولا على قناتنا في اليوتيوب، هذايا كتاب كفارة الحبس الإنساني واللي هي آخر رواية ليك، وين ينجموا يلقاوها الرواية هذه اللي يحبوا يشريوها يقراوها؟ والله الآن هي موجودة في تونس الحقيقة، في الكتاب وفي المعز وفي بابل، وفي موجودة في هذه كل المكتبات، موجودة أيضا في صفاقس، في الجمهورية كلها. سين منصف الشابي قال أنه أوصلها إلى كل الناس. واضح أستاذة. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية الحوار، الحوار تعدى بسرعة معاك، انا الحقيقة استمتعت جدا بالحوار معاك، ونتمنى تكون تبدلي نفس الشعور. نخلي لك كلمة الختام. يعيشك، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. الحقيقة هذا اللقاء هو من أظرف ومن أمتع ومن الذي جعلني سعيدة جدا، شكرا. لأنني في موطني وفي بلدي القيروان. لكم الشكر الكثير، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى. شكرا كثيرا الأستاذة حبيبة المحرزي. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية الحوار ونهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، نتقابلوا لحد جاي في نفس الموعد في نفس التوقيت.